السيد مدير الجهاوي للاستثمار الفلاحي، السادة والسيدات رؤساء المصالح، السادة والسيدات أعضاء الغرفة الفلاحية، السادة الحضور الكرام، أولا وقبل كل شيء كنشكر سيدنا على المبادرة اللي دار ديال الشاعر المدعم، ونتمناو المزيد من الدعم. كذلك بدوري كممثل الغرفة الفلاحية زي ولا ستوت، أبارك لفريقنا الوطني لكرة القدم ونتمنى لهم المزيد من النجاحات. سيد الرئيس، سيد المدير، كما يعرف الجميع الجفاف أثر على الفلاحة وعلى الفلاح. الجفاف في المنطقة ديالنا من 2017 وهو جفاف، لكن السنوات الأخيرة حتى من الأشجار يبست. سيد المدير، الفلاحة كيطالبوا ديك الأشجار اللي كتموت دابا، واش كاين شي أشجار مدعمة من الدولة باش يقتلوا ديك الأشجار اللي كتموت؟ هذه من جهة. كذلك كان سمعت السيد المدير في التوضيحات ديالو قبيلة، بغيت نعرف القادوس ديال الماء اللي قال مواد مالك باش يمشي للماء الشرب. السيد المدير، واش خصصتو فين يشربوا المواشي اللي غادي تربطوها للقادوس؟ واش خصصتو فين يشربوا المواشي؟ لان ما الماء غادي تقطع من الساقة، ما غاديش يبقى، غادي يبقى يفوت في القادوس. واش خصصتو فين يشربوا المواشي؟ يعني كنت السيد المدير سبقت على ذكرت لنا الماء السقي. السيد المدير، الى كان شي ماء ديال السقي دابا حاليا، دابا وقيله 70 مليون وقيله، نحتفظوا على الماء ديالنا، يتعطى في الشهوره اللي نحتاجوهم، ما نبقاوش نفرطوا في الماء. وسيدنا راه هضر على القضيه ديال الماء، ما نبقاوش نفرطوا. الا سمحتوا لي كاينه واحد القضيه اخرى، وهو الجهه ديالنا عندنا معمل ديال السكر واحد. هذا المعمل ديال السكر كان كيخدم 6000 هكتار ولا كيتراجع، دابا اصبح يالله في 2000 هكتار وشي حاجه. انا من هذا المنبر لا السيد الرئيس ولا السيد المدير ولا اعضاء الغرفه الفلاحيه ولا جمعياته ندعموا هذا المعمل ورشدوا الفلاح باش يدير الشمنظر، لأننا هذا المعمل إلا وقف راه كارثه، راه فيه أزيد من 60 موظف رسمي، تقريبا 60 موظف مؤقت، كاين شركات اللي كيقلعوا الشمنظر وداك الشيء معاهم عائلات. إلا وقف هذا المعمل منين غادي يديروا هاد الناس؟ وشكرا. بالنسبة للطبيب المدير الجهوي للسلامة الصحية، هذه سنوات وأنا كنطلب طبيب ديال الدولة جماعة دولة ستوت، لكن الآن عندنا طبيب ديال الخواص والفلاح ما كيلحقوش باش يدير. حنا كنطالبوا السيد المدير باش يكون عندنا طبيب ديال الدولة يكون بجانب الفلاح. كاين كذلك إذا سمحت لي السيد الرئيس واحد السؤال غير على حساب المعرض الفلاحي، واش كاينه ولا ما كاينش؟ وشكرا. ما شفت اختصاص الطبيب للسلامة الصحية، لأن القانون كيقول لك فين ما كان شي طبيب بيطري مختص أز طريق راه الدولة ممنوع دير دي كونسلتاسيون، باش تكون واضحة أنت المسألة. لا سمحت لي سيدي، لا سمحت لي، بالنسبه لهذ السكنه اللي كتقول ما بقاش تهدمات، يمكن كيسكن هذا البيطار. دابا حنا عندنا مشكل البيطاري اللي عندنا ديال الخواص وما كيوصلش. انا كنقول الطبيب البيطاري الخواص، نعم، هو دابا بالنسبه وخيجي عندي انا في الساف وقول لي عندي المراه الكره ديالي مريضه، انا ما نقدرش نمشي معاه، لان القانون كيحمي هذا الطبيب البيطري، كيقول لك هو الاختصاص ديالو ماشي اختصاص ديالو. انا بالنسبه للامراض المعديه
احنا مستعدين نخرجوا معاهم ونديروا الفحص ديالنا، ولكن في اطار الزيارات الميدانيه السريريه للامراض اللي كتسبب الفلاحه احنا ماشي اختصاص ديالنا. دابا قلت لنا السيد المدير مثلا حنا الوحده التاليه ما لحقوهاش، ما لحقهمش، ما كيدورش بجهته. هذه هي علاش كان دابا لان واحد السيد واحد من الاعضاء دار واحد السؤال، من راى منكم الفلاح والكساب مع الطبيب البيطري والسلطه؟ حنا واش هاد الناس هادو لان انتم اعضاء تمثلوا الفلاحه، واش اتصل بشي واحد من المصلحه البيطريه كيقولوا بان الطبيب الفلاني ما كيديرش الخدمه ديالو؟ وحنا حاليا المراقبه اللي عندكم قالت ما كاينه مراقبه لا والو، حاليا في الجهه الشرطيه تم توقيف طبيبين وعطيناهم تسليم ما يخدموش سنين، ما يخدموش نهائيا لان كان تلاعب في الارقام تاع التلقيح. السيد عنده 34 قال له 200 بالحاجه، وثانيا ما كيطبقش هذا البرنامج. هذاك السيد اللي الدلوش انا كان عيط لي في اللي كانت الحمله ونخرج له ما غاديش يتخلص، وخا يدير لي دار وغادي نوقفوه 3 سنين تيتوب. هذا هو الاجراءات.